هذا قمر دين انتاج سوري مليان قزاز. لقيت الوالدة عرفت من الخلاط وهي حطته بالخلاط صوت القزاز مليان. كل هذا قزاز؟ هذا من وحده، هذا من كيس واحدة. طبعا هذا هو انتاج صناعة سورية وكله قزاز. هذا شوفوا، هذا كله قزاز مطحون. هذا بوصل القمردين داخله، داخله خلاط. فاللي بياخذ اي منتج سوري والله يشغله يتاكد، وليته ما ياخذه افضل. هذا كله داخله، والله يسر على المسلمين اجمعين.